قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي بالله ما ألهاك عنها أشغلت بالفان الأقل ما في انشغالك أي عذر من ذا يعيش بغير شغلي لو أنت لبيت المنادي هل كانت الدنيا تولي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي وتغيب عن لقيا مليك هو صاحب الوجه الأجل فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي أتحب خلاق البرايا وتفر منه فأي جهل ترجو الجنان بغير قربى تخشى العذاب ولا تصلي تنوي الرحيل بغير ماء يروي ولا زاد وظل قل لي لماذا قل لي